نشوف شيء ونتعرف على شيء من خلال الصور، ونبدي بأول صورة. يلا وينها؟ يلا. الأستاذ بهنام ميخائيل الله يرحمه في مسرحية سر شهرزاد لمحمود دياب، أعتقد إيه، كان يسميني فيروز العراق. ليش؟ شوفي اكو ايش قد شبه بيني وبين السيده العظيمه فيروز. الصوره اللي بعدها. الله. منو؟ قائد النعماني الراحل العزيز الزميل والراعي. احنا كنا انا وياه نتنافس على الميكروفون، ياهو اللي يصير قريب على الميكروفون حتى يوصل صوته، فكنا نتدافع عليه بالدراما الاذاعيه. الدراما الاذاعيه، فنتغالب انا وياه على الاعمال الفنيه الاذاعيه. الله يرحمه، افتقدناه وهو في عز شبابه. كان معطاء. كان معطاء جدا وحالم، و يعني راح سافر، وافتقدناه فعلا، وكان من اعز زملائي. الصورة اللي بعدها. السيدة الكبيرة منى واصف. قبل كم سنة كنا مهرجان أربيل. أختك المقربة؟ لا، عزيزتي زميلتي، وتسع دورات في مهرجان دمشق احنا نلتقي سوية، والتقينا مؤخرا في مهرجان أربيل، فقالت دا أسألها عن وضعها عن الأعمال الفنية. قالت والله يا فاطمة أن في السنة الماضية عملت 4 أعمال والسنة عملت 3 أعمال. قالت وانت عملتي ايه؟ قلت لها ولا حاجة. بسبب توقف الدراما. سيدة رائعة. شنو الدور اللي تحلم به فاطمة الربيعي كل هاي السنوات وما مر على تاريخها؟ يعني أنا رغم أن قدمت نسيبة أول طبيبة بالإسلام وأخذت عليها جائزة أفضل أداء لممثلة عربية، نسيبة بنت كعب، ونعرى يعني أخذتها في تونس، لكن لحد الآن الدراما العراقية ما قدمت شيء أو عمل إلى المرأة العراقية، عن المرأة العراقية. ست آلاء، المرأة العراقية متفردة. صحيح. أنا ما متحيزة ولا لأنه كوني أنا امرأة، بس أنا لأنه عايشة هذه الحالة. المرأة العراقية متفردة بعطائها، بصبرها، وكثير من الأحيان المرأة هي الأم والأب، وعاصرت وربت أجيال كبيرة ومهمة، وأنطت إلى البلد الولد، ومضحية. ما وفينا، ما أعطيناها. الدراما العراقية ما أوفت بعمل مهم إلى المرأة العراقية أو ولا إلى الأم يوازي الويلات العراقية اللي شاهدتها واللي مرت عليها. أبداً 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 أبداً.